الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لجنة الشؤون الاجتماعية للمكتب الولائي لجمعية الإرشاد للإصلاح الجزائرية. إذا نرحبوا ببلدية باب الزوار للقيام بالعمل الشفوي ولا للقيام بالعمل التطوعي، العمل التطوعي لحملة الشتاء دافئ في هذا الفصل. إذا معنا لجنة الشؤون الاجتماعية أو رئيس مكتب البلدي لجمعية الإرشاد للإصلاح الجزائرية ومشعل الشباب لبلدية باب الزوار وفوج الكشفي لبلدية باب الزوار أيضا. إذا أهلا وسهلا بكم، تفضل. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح لولاية فازا لاستقبال وتقديم تسهيلات للحصول على الإحصاء على مستوى بلدية أقبال. رانا في إطار حملة شتاء دافية. نقدم نفسي أنا خير حمدي ياسين، مسؤول مكتب باب الزوار لجمعية الإرشاد والإصلاح. رانا في إطار حملة شتاء دافية لخوتنا في القرى والمداشر. اليوم رانا مشينا لبلدية أقبال. صباح كنا في بنينا نادور وطلعنا دوكا لزدرة، زدرة تنين. رانا نشوفوا الحالة، يعني راهي الحالة تاع المحتاجين، حالة البلد مع الشتاء وكذا، وما عندهمش تدفئة، ما عندهمش ظروف يعني ناقصة، يعني حالة مزرية. والحمد لله كاين محسنين يعني اللي عاونونا ومشاو معانا بالوسائل اللي كاين، وما شاء الله يعني ربي يبارك فيهم. وان شاء الله مازال نمشي ان شاء الله مناطق اخرى في غرب تيفازا، يعني كاين جنب دوش دواوير نائيه وفيها فئه محتاجه ومحرومه. ان شاء الله تكونوا معنا ان شاء الله وتعاونونا. وهذا العمل راه بالتنسيق مع جمعيات في بلديه باب الزوار. تفضل خويا مصطفى بن قاره. بارك الله فيك. السلام عليكم. اذا اولا يعني نشكر مكتب باب الزوار ارشاد والاصلاح على راسهم ياسين وفوج اسماعيل يفصح. معكم بن قاره مصطفى محمد، ممثل لجمعيه مشعل الشباب وعضو بها. تتم مازال لحمله شتاء دافئ، يعني تفاهمنا تلاقينا باش ننسقوا في بعضنا باش نكون ناخذ خدمه المجتمع المدني ونقدروا نوصلوا يعني تبرعات ولا صدقات ولا تاع الناس اللي مدوها لنا على مستوى باب الزوار، يعني تبرعات لحقت حتى من خارج باب الزوار، الى انه احنا سهرنا باش تلحق الناس اللي تحتاجها واللي تستاهلها حقيقه. ونشكروا ثاني مكتب ارشاد الاصلاح المكتب البلدي لبلديه اقبال على التنسيق وعلى التنظيم تاعهم لاحصاء في احصاء الناس اللي محتاجه. ان شاء الله هي بلديه اقبال فيها 12 دوار حوالي، مازال ان شاء الله الا كتب ربي نوصلوا حتى الدوار ولا بلديه بني مليك. ان شاء الله بارك ربي يوفقنا لانه تان محتاجين، وعلى حساب يعني الجماعه اللي هنايا بني مليك محتاجين اكثر من هنا تاني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نحب نشكر كل الاخوه اللي ساهمت في هذا الانجاز اللي حققناه اليوم وتجسد على ارض الواقع بتوزيع ما وش لحقنا من تبرعات من طرف المحسنين المتمثله في العديد من الامور، من ملابس، اغطيه، وسائل تدفئه والعديد من الامور. نحب نشكر كل من ساهم معنا بالتنسيق تحت لواء تنسيقيه المجتمع المدني لبلديه باب الزوار اللي ساهمت معنا في العديد من المناسبات اللي تمثلت العديد من النشاطات، منها التعقيم والعديد من الامور اللي كنا نقوم بهم بالشراكه مع اشقائنا في مشعل الشباب وفي جمعيه الارشاد والاصلاح. وهذه هي نحب في اخر الكلام نحب نشكر كل من ساهم معنا، بارك الله فيكم، وامانتكم راهي لحقت للناس اللي يحتاجوها. نزيد اضافه برك الا تسمح لي، انه يعني نشكروا كاع المتبرعين والتبرعات تاعكم راهي حقت للناس اللي يستاهلوها. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. بارك الله فيك.